معكم بدر السالم. كانت البداية في كلية الهندسة في السنة الثالثة. أنا ريم المطيري. بدأت حياتي العملية أثناء دراستي بكلية إدارة الأعمال قسم التسويق في جامعة الملك سعود من خلال مشاريع صغيرة، وكانت أول تعامل مباشر مع الجمهور. وكان عندي شغف بالإعلام، وبدأت أقدم خدمات الإنتاج للجهات الإعلامية، وكان قرار أول منشأة أنشئها. اشتغلت في تنظيم المؤتمرات والمعارض، واشتغلت بأوائل الفعاليات الترفيهية في الرياض، وانتقلت لصناعة الترفيه اللي لقيت شغفي فيه، وسخرت لإبداعي وطورت فيه مهاراتي. وعلى مدى 4 سنوات وفقت بتأسيس وإدارة عدة منشآت ما بين صغيرة وكبيرة. ثم جاء الوقت اللي كنا فيه نبحث عن نشاط نكون فيه عامل مؤثر في النظام الاقتصادي، وقررنا أن نبدأ وادي الأعمال. من هنا بدأت باشن بحلمي وحلم فريقي. انطلقنا بصناعة ترفيه محلي بطابع عالمي لنقدم تجربة استثنائية للزوار في الفعاليات الترفيهية. تطورت الفكرة وأنشأنا الصندوق الاستثماري الخاص فينا، وانطلقت وادي الأعمال الاستثمارية، والآن احتضنت أكثر من 40 شركة في شتى المجالات، وتمتلك 13 منشأة. بدأنا بمشاريع صغيرة وأنجزنا مشاريع كثيرة، ومتجهين لمشاريع نوعية كبيرة، والآن فريقي مكون من أكثر من 20 مبدع ومبدعة، عائلة واحدة نعطي كل ما عندنا لتحقيق النجاح. كانت فكرة اختيار الاستثمار مبني على الوقت المناسب واحتياج السوق والخبرة، وكنا مستعدين له بالعزيمة والصبر والطموح. وفقنا الله تعالى أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن.